السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله هنكمل آخر جزء في منهج مات لاب، وأشكركم لمشاهدة الفيديوهات السابقة، وده آخر فيديو إن شاء الله، ممكن يبقى الفيديو اللي قبل الأخير، ده فيديو نشرح فيه اللوبس، والفيديو الجاي إن شاء الله ممكن نحل فيه تمارين. إحنا عندنا في شابتر 7 اللي هو آخر شابتر في مات لاب، عندنا اللوبس دي حاجتين، في فور لوب وفي وايل لوب. هما الاثنين زي بعض ولكن اختلاف طريقة الكود وترتيب العمليات اللي هتحصل، مين اللي هيحصل الأول وازاي هيحصل ازاي. خلينا فور لوب. قاعدة فور عموما لوب يعني حلقة، لوب يعني حلقة، وفور هنا حلقة تكرارية. يعني حلقة تكرارية؟ يعني بتبتدي من رقم وتنتهي الرقم، فعلشان توصل للرقم النهائي لازم تكرر الحلقة. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو عندي الحلقة دي تبتدي من 1 وتنتهي ل10، فأنا عشان توصل للعشرة دي محتاج إنها تعمل إيه؟ تزود 1 تبقى 2 وهكذا لغاية لما توصل ل10. معنى كلمة تزود 1 دي يعني عملت حلقة جديدة. حلقة بقى بيبقى فيها جواها أكواد، جواها أكواد، كل حلقة من دي بتنفذ كود معين. يعني حركة رقم 1 بتنفذ الكود، يقيس مثلا يقول لك هل الاكس اصغر من او يساوي او اصغر من الاثنين مثلا، تحقق الشرط مثلا، ينفذ حاجتين تانيين. دي في الحلقة الاولانية. طيب يجي على الحلقة التانية رقم 2 ينفذ نفس العملية دي وهكذا. دي فكرة الحلقات أو التكرار. فهنا بيقول لك إن الـ loop index variable اللي هو k ده اسم العداد، عادي مفيش مشكلة أي اسم. The value of k is in the first pass، أول حاجة دي اللي بداية العد أو أول حلقة. يعني عندك نقطتين كده نقطتين كده نقطتين كده، هنا بداية العد خلاص. اللي في النص دي increment in k after each pass، يعني كل مرة يزود كام. احنا افترضنا ان هو هيزود 1 حلقة تكرارية، ممكن يزود 2، يعني بدل ما يقول 1 2 ممكن يقول 1 3، فهو هنا زود 1 اما هنا زود 2 لغاية لما يوصل بقى للعشر او اي رقم بقى مهما يكن. ده اسمه increment، معدل الزيادة. ال t the value of k in the last pass. يعني انت لو فاكر ان احنا خدنا كولوم فيكتور اساسا من زمان، وقلنا كولوم فيكتور عبارة عن الشكل ده، دي البداية ودي النهاية وده مقدار الزيادة اللي هيعد بيها العداد اي ما يكن بقى. بس ايه الجديد بقى في الحالة دي؟ انا استخدم قاعدة فور، فور واعمل شوية اكواد واعمل اند في الاخر. طب نشوف هنستخدم القاعدة دي ازاي. تعال نشوف على طول مثال. بيقول لك العداد ده يعمل ايه؟ هيعمل تربيع لرقم معين. العداد ده هيعد من 1 لـ5، يبقى اول حاجة يعملها العداد هيعد من 1 لـ5. في كل حلقة هينفذ عملية كيف كي، يعني هو هيعد من 1 لـ5 وعنده حلقة، الحلقة دي اللي جواها k في k. فإذا الحلقة الأولى هينفذ كيف k، الحلقة التانية كيف k وهكذا. بس إزاي بقى؟ هو بيعد من 1 لـ5، يعني بيقول 1 2 3 4 5. في ملحوظة بقى، إحنا اتفقنا إن الكولوم بنقول مثلا الكولوم بتبقى بالشكل ده، هنا هنا هنا، بنقول ده بداية العد ودي نهاية العد وده معدل الزيادة. طب هنا ما حطليش معدل الزيادة، فيبقى معدل الزيادة افتراضا 1 طالما ما هو ما حطش التلاتة سيمي كولوم او الاتنين سيمي كولوم ده. فإذا معدل الزيادة هنا 1، 1 2 3 4 5، يبقى كده هيعمل كام حلقة؟ 5، 5 لوب، 2 4 5، هنفذ فيها ايه؟ كيف كي، كيف كي وهكذا بقى. يعني كل مرة هيزود 1 عشان يوصل الحلقة التانية، هيزود 1 يوصل الحلقة التالتة،
يزود واحد يوصل الحلقة الرابعة، يزود واحد ويوصل الحلقة الخامسة، وكل حلقة ينفذ اللي جواها. فإذا إكس هتبتدي بواحد عشان هو بداية العد واحد، يبقى يجي عند الواحد يقول واحد، إيه الحق اللي هيتنفذ جوه الحلقة كيف كي، يعني واحد في واحد بكام بواحد اللي هو واحد تربيع يعني. طيب عشان يوصل الحلقة اللي بعدها يعمل ايه؟ مش بيزود واحد؟ زود واحد، الرقم بقى كام؟ اتنين. طيب اللي هو الحلقة التانية يعني، الحلقة التانية ينفذ بقى ايه؟ نفس الكلام اللي هو كيف كي، ده الشرط اللي انا حطيته، يبقى اتنين في اتنين باربعة، هتساوي اربعة. هيزود واحد عشان يوصل الحلقة التالتة، تمام، وهكذا، ويربع يعني اتنين اتنين ونص اتنين باربعة، تمام. ده الناتج، ياخد بقى الاتنين دي يزود عليها واحد، اتنين زائد واحد هتساوي تلاتة، اللي هي الحلقة التالتة، الحلقة الأولى، الحلقة التانية، الحلقة التالتة. الحلقة التالتة فيها ايه؟ كيف كي، يعني تلاتة في تلاتة، تلاتة في تلاتة بكام؟ تسعة. ده الناتج. أما دي الحلقة هيزود عليها واحد، بقت الحلقة الرابعة، ايه اللي جوه الحلقة الرابعة؟ كيف كي، يعني أربعة في أربعة، بيضربها في نفسها يعني، بقت 16. اوكي، وهكذا بقى. ده الناتج 16. بعد كده الحلقة الخامسة هيزود واحد، ان مقدار الزيادة واحد افترضناه، هيوصل الحلقة الخامسة ينفذ فيها ايه؟ كيف كي، خمسة وخمسة 25، ويبقى الرقم اللي يظهر لك على الشاشة هو 1 4 9 16 25، تمام، 1 4 9 5 16 25. المثال الثاني، example demonstrates that semicolon prevents display، ماشي، بيقول لك ان السيمي كولوم لو حطيتها مش هتوريك الخطوات. يعني انت بصيت هنا تلاقي ان كل مرة عملت دخلت فيها كود نفذ لك، مثلا طلع لك الواحد، طلع لك التسعة، طلع لك الاربعة. بيقول لك ان السيمي كولوم لما بتحطها هيطلع لك الناتج في الاخر، يعني هينفذ كل العمليات ويخفيها ويظهر لك الناتج الاخير اللي هو 1 4 9 16 25. يعني بدل ما تبقى بالشكل ده اكس بتساوي واحد، اكس بتساوي واحد اربعة، اكس تمام، لا يطلع لك الناتج الاخير ده على طول. دي فايدة السيمي كولون بعد اسم العداد. اسم العداد كي، لكن المتغير اكس، المتغير اكس واسم العداد كي. طيب دي كده فكرة قاعدة فور، ان هو بيزود واحد او يزود مقدار الزيادة مهما يكن بقى، ويعمل عملية حسبية معينة، يضرب، يقسم، يجمع. طيب لو عندنا مثلا البرنامج ده the use of end loop، عندنا عداد سميناه i، 4 i equal 1 to 21، دي يعني ايه؟ يعني العداد ده يعد من 1 لـ21، مقدار الزيادة كام؟ واحد، لان هنا مفيش الا رقمين بس، واحد قبل السيمي كولون وبعد السيمي كولون. طيب ايه العمليات اللي هيعملها؟ ناقص 10 زائد i ناقص 1، تمام، ناقص 10 ده رقم عادي هيجمعه على اللي يطلع من العملية دي ويطرح منه واحد، واتنين ستة من عشرة في عشرة في i زائد واحد، ودي عملية جديدة. End plot x y x label y label they use for end loop for end loop، هيعد الواحد، تمام، يعني هنا هيعمل ايه؟ مش احنا بداية العد واحد، عد واحد
يبقى ال x في العداد كام؟ هتساوي سالب 10 زائد، حط مكان ال id 1 ناقص 1 يعني 0، يعني هتساوي في الآخر سالب 10. هيعد بقى، هيبقى 2 ويعوض. بس دي الفكرة يعني، مفيهاش أي مشكلة. تعال نجرب البرنامج ده على العمل يعني. فاحنا لما اختبرنا البرنامج اهو، وطبعا كان هنا في سيمي كولوم، فلما شغلت البرنامج تمام بتدوس سيف، سيمي كولوم سيف، شغل البرنامج، اقفل الفيجر اوكي اند كلير سي ال سي، امسح الكلام ده كله، نفس الكود ده اهو، طلع الفيجر ده. طيب انا عايز بشوف اللي بيحصل، هو بيعمل او بيعد خطوه تمام اللوب الاولانيه، عوض بواحد في المعادله دي، وهيعوض واحد في المعادله دي برضو تمام، فيعوض واحد يطلع سالب 10، يعني المفروض اول قيمه الاكس هي سالب 10. فانا عشان اشوف بقى الكلام ده اروح شايل دي كده وادوس سيف واشغل الحلقه. بص كده تطلع فوق خالص، اول قيمه هي كام؟ سالب 10. هيزود واحد كمان هنا تبقى سالب 9، هيزود واحد سالب 8، وهكذا بقى لغايه لما يوصل لل 21 لو عايزه، غلط لما يوصل 21 اهي columns through 21، فهيقعد يعمل حلقة تكرارية. لو انت بصيت هتلاقي الحلقة دي متكررة مرة واثنين وثلاثة لغاية لما يوصل للحلقة 21. دي كده فكرة الحلقات، ان هو اول خطوة يعوض بواحد، بعد كده اثنين ياخد الاي دي يعوض فيها اثنين، ثلاثة اربعة خمسة وهكذا لغاية لما يخلص الحلقات بتاعته 21. طبعا تختلف القيم، سبعة عشر سبعة تسعة، لو لاحظت انه بيزود واحد صح، كل مرة بتقل تقل واحد بمقدار واحد بس. ده كده قاعدة فور. طيب انا عايز اشوف اللي بيحصل في واي، سيف عشان الشابتر كله اساسه هي الفكرة دي، سي ال سي او اللوبس كلها يعني اساسها الفكرة دي. كان شفت ايه اللي بيحصل في اكس، تمام اشوف ايه اللي بيحصل في معادلة واي. شيل السيمي كولوم من واي ودوس سيف وابلاي، اطلع كده بقى اول قيمة هي 6 من 10، ستة ستة وخمستاشر من الف. طيب عوض كده في المعادلة دي واحد، يعني دي 2 أس 6 من 10 زائد 6، ما ده بواحد يعني كأنه مش موجود تمام. عوض كده هتلاقي 6 و156 من 10 آلاف. لاحظ حاجة مهمة بقى، إن الـ X والـ Y بيتنفذوا في وقت واحد، بيتنفذوا في وقت واحد. لاحظ أنا ما خدتش بالي من كلمة X اللي موجودة هنا، أوكي؟ X وبين قوسين I، دي معناها إيه؟ طبعًا احتفقنا يعني في بداية الحل هيكون واحد، اللي هو العداد هيبدأ بواحد. تعال نحط بقى واحد ونشوف المعادلة تبقى عاملة إزاي. ادي اكس اي، العداد هيبتدي من واحد لغاية 21، يعني هناخد بس الحالة الأولانية اللي هي واحد خلاص. الاكس الاكس اي تساوي سالب 10 زائد الاي هتبقى واحد ناقص واحد هتساوي سالب 10. بعد كده معادلة واي بتاعت العداد برضو بتساوي 2 أس 6 من 10 مضروبة في قيمة الإكس اللي هي الجديدة دي بقى اللي هي سالب 10، واجمع تحت هنا 6. لو عملت المعادلة دي هتطلع لك 6 و زي ما طلع لك يعني الناتج اللي هو 100.0156. اوكي، وادي النتيجه اللي طالعه في الواي.
كل مرة بقى هيتغير هنا واحد، هيبقى اتنين، هيعوض بقى بي ويكمل المعادلة. بعد ما يخلص ال x وال y plot x و y، يعني طلع لي بقى القيم بتاعت x و y دي مع بعض كده على الشاشة، سمي لي ال x label اللي هو ده ب x axis، وال y label اللي هو ده بال y axis، وال title اللي هو فوق ده the use of the for end loop. اوكي، ده كده الكود ده. حبيت اطول فيه بس شويه عشان تفهم الفكره الرئيسيه بتاعته. طيب اي بقى حاجه تانية خلاص يعني تعتبر سهله. هنا بيقول لك the script demonstrate the use of for end loop. هيعمل ايه؟ طيب print squares of even numbers، يعني هيطبع القيمه التربيعيه بتاعت نتيجة يعني القيم التربيعية بتاعت الأرقام. تمام. هنستخدم قاعدة input عشان يدخل المستخدم الرقم، والعداد هيبدأ من 2 وينتهي للعدد اللي احنا هنقوله دلوقتي. ما هو انت كده، انت لو بصيت في الحتة دي مديك 2 سيمي كولوم، يعني دي بداية العد ودي نهاية العد، وده معدل الزيادة. تمام. يبقى نهاية العد تبقى كام؟ تبقى أكبر من أو يساوي 10 مثلا عشان تبقى أرقام زوجية. يعني هو مديك ال i بتساوي 2 إلى 2 إلى n. العدد هيبدأ من 2 وينتهي عند n. معدل الزيادة 2، يعني 2 4 6 8 10، هيقعد بقى يكمل الى ما لا نهايه طالما ما حددتش انت الان دي بكام. فانت بتقوله في البرنامج، تقول له مثلا ان دي ب 10، فيروح واصل لغايه ال 10. هينفذ كده كام حلقه؟ ادي 1 2 3 4 5 حلقات. كل حلقه هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها الكود اللي تحت ده اف برنت اف، طلعها على الشاشه برسنت دي برسنت دي. اول حاجه قيم القيمه الاولانيه بتاعت العداد قبل ما نعمل عملية حسابية، وهي الاتنين. القيمة التانية اللي هي العملية الحسابية، 2 في 2 ب 4. تمام، طلع ده كام على الشاشة اهو. طلع الاول قيمة القيمة قبل العملية الحسابية اللي 2، والقيمة بعد العملية الحسابية اللي هي كام؟ 4. راح زود 2 بقت 4، و4 في 4 ب 16، زود 2 بقت 6، 6 في 6 ب 36، وهكذا الى لما عمل الحلقات بتاعته، يعني اللي هو من كام؟ معرفش. هو طبعا حط ال n بكام، انا افترضت انا ب 10، لكن هو ممكن يحطها اكبر من 10، مفيش اي مشكلة طالما ارقام زوجية خلاص. لكن لو حطيتها 10 يبقى ينفذ كام لوب؟ 5 بس. هو اكيد طبعا لما حط البرنامج حط اكتر من 10، عشان كده ظهر هنا اكتر من 5 لوب، يعني 1 2 3 4 5، في كمان 6 7 8 9، في 9 لوب كمان. تمام، بس دي الفكره الرئيسيه بقى، تحط ان اللي انت عايزه يعني، بس يكون رقم زوجي عشان ينتهي العد عنده، يعني 2 4 6 8 10 12 14 16 كده، انا كل مره بيزود 2. دي كده فكره فور لوب. طب لو عايزه يعد عدد فردي بدل ما هو زوجي، يعد فردي، خلاص كل اللي هتعمله هو انك تخليه يبدأ مثلا معدل الزيادة يبقى 1 مثلا، بس انا عايزه يعد اعداد فردية فقط، يبقى يبدأ من 1 ويزود 2. اوكي، وممكن نشيل دي الى ان دلوقتي مش مهم. نقول مثلا واحد عايز هيوصل لغاية كام؟ 13 مثلا، هيبقى 1 هيزود 2 بقت 3، هيزود 2 5، هيزود 2 تبقى 7، هيزود 2 تبقى 9، هيزود 2 تبقى 11، هيزود 2 يبقى 13. يبقى نعمل كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 حلقات بسبع أكواد. ايه الكود بقى؟ تقول له مثلا اف برنت اف، طلعها على الشاشه مثلا حاجه معينه. تقول له مثلا الاكس بتساوي 1 زائد اكس،
تقول له بقى اي حاجة بقى، اي عملية حسابية او اي شيء تحت يعني. Write a MATLAB program to create following matrix 3 by 3 matrix. ماشي. وبعدين we use two for end loops. okay the outer loop هذي كده وايد. هنا بيقولك we use the two for end loops to form the matrix. the outer for end loop is used to loop one on each row of the matrix. the inner all columns. يعني هو عمل حلقتين، واحدة تشتغل على الصفوف والتانية تشتغل على الأعمدة. عمل ايه؟ قال لك الاي بتعد من واحد لتلاتة بيسميها الاوتر لوب، والجي بتعد. انت عارف يعني ايه اوتر لوب وين اللوب؟ يعني اول عداد مثلا يعني هما بيعدوا مع بعض. يعني يقول لك العداد الاول هيعد مثلا من واحد لتلاتة. في الحلقة الاولى يروح رايح للجي ويعد هنا برضو من واحد لتلاتة. يبقى الحلقة الأولى مع الحلقة الأولى وينفذ حاجة معينة وهكذا. في دي اسمها ال outer loop لأن هي بتنفذ الأول، بعد كده يروح ينزل الحلقة التانية الجديدة ينفذ حاجات تانية. يعني زي كده nested if، حاجة جوه حاجة، if true جوه نفذ اللي جوه الحاجة التانية true or false. تمام. فده ال out and the inner. ال a بيساوي i و j. العملية الحاسبية اللي هتتم i في j و end a في الحلقة دي. تمام. فكل اللي هيعمله لو بصيت كده هيطلع لك الماتريكس دي. After saving the program, the script, the running the program and the command, the required matrix is displayed below. بس لما تعمل البرنامج ده بالشكل ده يطلع لك الماتريكس اللي هي ثلاث صفوف وثلاث أعمدة. ثلاث صفوف وثلاث أعمدة. While loop هو كده قد إيه؟ طيب ممكن نكمل. طب خلاص نقول بقى while loop، والفيديو طول شوية مش مشكلة. نقول الواليو يبقى كده خلصنا المنهج ان شاء الله، اكسرسايز نحله قبل الفاينل. ان وايل اند لوبس. وايل بيقول لك ايه؟ وايل كونديشن اكسبريشن جروب اوف كوماندز اند. تعال نشوف برنامج. بيقول لك ان اكزامبل وذ ذا فور اند لوب تو ديسبلاي ذا سمبل كذا كذا كذا. ماشي مش مشكله. هات وايل. وايل ويحط لك جنبها شرط. while ويحط جنبها شرط. while مثلا ال x اصغر من 15 او بتساوي 15 اطبع على الشاشة علامة الساين دي، علامة الدولار دي. تمام. اعمل عايز تعمل ايه تاني؟ مثلا عايز ازود واحد على x وايند وقفل البرنامج. يبقى كل مرة يزود واحد يعمل عملية من جديد. الفكرة هنا بقى يعمل ايه؟ في 4 كنا بنقول increment. increment كنا بنعمل كده وبنقول ده البداية ودي النهاية وده مقدار الزيادة، صح؟ هي في 4 هي في while. تمام. هي في while بس بالطريقة دي، انك تقول له ال x بتساوي x القديمة هزود عليها واحد علشان يكرر اللوب دي عشان يعمل الحلقات تانية. طب الحلقات دي اللي ما لا نهاية ولا ليها عدد؟ ده قال لك وايل العدد بتاعها بقى بيتكتب بالطريقة دي. وايل ال x أصغر من أو يساوي 15 يبقى تعمل 15 حلقة. تقعد تعمل كل مرة مثلا الحلقة الأولانية الواحد أصغر من 15 تروح مزودة واحد بعد اتنين، أصغر من 15 تلاتة أربعة، كل مرة بيزود واحد. طب انا مش عايزه يزود واحد، عايزه يزود اتنين، براحتك بقى. ده يعتبر مقدار الزيادة. المهم لغاية يقعد يقارن بقى لغاية لما يوصل للناتج 15
وهي في البرنامج هيبقى 15 أصغر منها بتساوي 15. يجي بقى عند 16 أصغر منها بيساوي 15، يقول لك لا خلاص كده البرنامج ده انتهى، ويروح عامل اند البرنامج ويطلع لك الحاجات دي. لو عديتهم هتلاقيهم 15، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هتلاقيهم 15. يبقى دول العمليات اللي عملها 15 حلقة، كل حلقة طبع فيها ساين. ممكن تخلي الواي اف اكس دي اي دالة، ممكن تخليها مثلا اف برنت اف، طلع لي على الشاشة مثلا حاجة معينة. ممكن تعمل لي عملية حسابية زي ما انت عايز بقى. خلاص اوكي، دي فكرة وايل. طيب كل بقى الحاجات التانية بقى معتمدة، يعني كلها حاجات سهلة مع اختلاف العمليات الحسابية اللي هتتم. وايل بي اكبر من الصفر نفذ لي الكود ده ويقفل البرنامج. خلاص كده احنا خلصنا الحمد لله شابتر 7. ان شاء الله المره الجايه نحل عليه exercises. وتوفيق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.